شابولين. قلت لك يا كيوكي إنه لي. آنيا، قلت لك أن هذا الشاب لي أنا. كلا، لن أسمح لك أن تأخذيه مني يا صوفي. هاي، هل أخذتم برأيي إن كنت أريد واحدة منكما؟ ما الذي جرى لكما؟ اصمت أنت، اتركيه يا صوفي. كلا، لن أتركه. هذا يكفي، لقد قلت لك اتركيه يا آنيا، إنه لي أنا. كلا، لن أسمح لك بأخذه. ساعدوني أرجوكم، ساعدوني. آنيا، دعي صافا يقرر من يريد منا يا صوفي. حسنا. صوفي، هيا استسلمي. كلا يا آنيا، لن أستسلم. اتركيه. هيا اتركيه. لعبتي. وأنا أيضا أريد لعبة مثلها يا صوفي. لقد نجوت. أعطني إياه. هي، لقد وجدته أولا يا آنيا. هاتيه، إنه لي. صوفي، علينا أن نتقاسمه. كلا، لن أسمح لك باللعب فيه أبدا. كلا، إنه لي. لك وحدك. اتركيه، إنه لي أنا. رائع، والآن أصبح هذا الدب لي وحدي. حسنا، إذا سأخذ سافا منك يا صوفي. ماذا تقولين؟ لا. هاي، ما بكما؟ سافا لي. كلا، إنه لي. صوفي، اتركيه. أرجوكم ساعدوني. هيا اتركاني أنتما الاثنتان، أكاد أن أتمزق. اتركيه، إنه لي. لا، يا فتيات، ما هذا الذي تفعلانه؟ صوفي، لا تريد أن تترك سافا ليكون لي يا أبي. أجل، لن أسمح لها بأخذه، لأن سافا جميل جدا وأريده لي. كم أنت جميل. سيد أليكس، أرجوك ساعدني، إنهما يؤلمانني. يا فتيات، ما هذا الذي تفعلانه مع سافا؟ هيا تعال معي إلى المطبخ يا بني. حسنا، اهدأ اهدأ، سوف تكون بخير. والآن لماذا تنظرين هكذا؟ لأنك فاشلة أيتها الفاشلة. ما هذا الذي تقولينه؟ توقفي. هيا اهدأ يا بني، الآن يمكنك أن تجلس حيثما تريد. شكرا لك. المهم أن تتصرف كرجل حقيقي ولا تخف من شيء مجددا. لا تفعل ما لا تريده، وعليك أن تكون رجل حقيقي، فهمت؟ حسنا، سأحاول فعل ذلك. حسنا، إذن يا بني، سأحضر لك شيئا ما لتأكله. هذا غريب، كيف يكون السيد أليكس أبا لتلك الفتيات؟ أليكس؟ ماذا يا حبيبتي؟ أين هو عشائي يا أليكس؟ في الحقيقة لقد تأخرت قليلا، أعذريني. وبماذا كنت مشغولا إذن؟ وما هذا أيضا؟ لماذا لم تنظف الصحون؟ يا إلهي، لقد أنهيت صنع الطعام منذ 10 دقائق فقط، لهذا السبب لم أغسلها. إذن هيا لتقم بتنظيفها حالا. سيد أليكس، تذكر دائما أنك رجل، لا تقم بفعل شيء لا ترغب حقا بفعله. ماذا سيحدث إن كنت لا أريد غسل الصحون يا آيلا؟ ماذا؟ حسنا، لقد فهمت، سأقوم بتنظيف كل شيء، ابتعد. هذا ما أردت سماعه منك يا أليكس. حسنا. أو أليكس، قم بتنظيف الأرض لأنها لا تبدو نظيفة. كما تريدين. هاي، لماذا تبكي؟ ما بك سيد أليكس؟ لقد تعبت كثيرا، فأنا طوال اليوم أغسل وأنظف وأطبخ، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أحد في هذا المنزل يشكرني. حسنا، اهدأ، سنجد حلا. سافا، لا يمكنك أن تتصور كم هو صعب أن تكون مدبر منزل. اهدأ قليلا، سأقوم بمساعدتك. صوفي، إن لم يكن لديك شيء مهم فأنا مشغولة. كلا، ولكن أريد إزعاجك فقط. لا يمكنك، فعلى الرغم من كل شيء لن تستطيع إزعاجي أبدا. هل أنت متأكدة من هذا؟ أجل، أنا واثقة من هذا. حسنا، انتظري إذن. آنيا، سأريك ماذا سأفعل بك. لن تصلي إلي، لن تصلي إلي.
مرحبا يا بيتي بيتي بيتي. أوبس، أعتقد أنه علي الذهاب. هيا استيقظي، ما الذي حصل لك؟ هيا استيقظي يا بيتي. انتظري، إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي عمل مهم علي إنجازه. سأريك يا آنيا. أوه بيتي، هل استعدت وعيك؟ أجل، ولكن رأسي يؤلمني كثيرا يا صوفي. دعينا نذهب إلى الغرفة وأنا سأساعدك. هيا. ما الأمر؟ هل أختك تثير غضبك مجددا؟ نعم، ولكن ليس هذا فقط. صوفي؟ أظن أن هذه آنيا وضعته هنا. أظن ذلك، ولكن الرائحة مقرفة جدا ولا تحتمل. أقسم لك يا بيتي أنني لم أفعل هذا الشيء أبدا. ما هذا الذي يحدث هنا؟ عليك أن تتحملي أكثر يا صوفي. حسنا، سأعود إلى المنزل الآن، أراك لاحقا. ولكن إلى أين؟ عندما تتمكنين من التحكم بنفسك أكثر، عندها سأعود لزيارتك. زوجتي الجميلة، لقد أتيت. ما الذي تريده؟ انظري ما الذي حضرته لك يا حبيبتي، هيا افتحي فمك. كلا، لن أكل هذا. ولكن لماذا؟ فأنت تحبينها كثيرا. أجل، ولكنني أحافظ على قوامي. هيا ابتعد عني. حسنا، هل تجهزين نفسك للخروج؟ يوجد اليوم لدي مقابلة مهمة جدا في العمل. حسنا، لقد فهمت، سأبقى جالسا مع الأولاد لهذا اليوم أيضا. ولما أنت حزين هكذا؟ أظن أنك لا تحبينني يا آيلا، لأنك لا تسألينني عن أحوالي أبدا. أمي، أريد التحدث معك قليلا. حسنا، ولكن بسرعة، لدي عمل مهم. إن آنيا تزعجني كثيرا، جدي لها حلا. صوفي، أنت لست صغيرة، عليك حل مشكلتك بنفسك. لكن سأعطيك نقودا، واذهبي لتشتري ما تريدين. خذي، والآن لا تعيقيني. شكرا لك، إنها هكذا دائما. حسنا، أيهما سأرتدي، هذا أم هذا؟ أمي، لقد أغضبتني صوفي كثيرا، أرجوك قولي لها. آنيا، هذا جيد، ماذا ستقول لها الآن؟ تصرفا بنفسكما، فأنا ليس لدي الوقت لأحاديثكما هذه أبدا. أنا بحاجة إلى دقيقة من الاهتمام فقط. يكفي، والآن اذهبي والعبي. حسنا يا أمي. آيلا، عليك أن تهتمي أكثر بالفتيات. حسنا، هذه مناسبة. وأنت، ما الذي يغضبك في هذا؟ آيلا، توقفي قليلا، ألا يمكنك التكلم مع بناتك بشكل طبيعي؟ أنت لا تهتمين إلا لعملك. لقد حللت لهما مشكلتهما. ألا يمكنك أن تكوني معهن ولا لليلة واحدة؟ أنا ليس لدي الوقت الكافي. ما رأيك أن تقضي يوم العطلة هذا معنا يا آيلا؟ أرجوك ألا تذهبي. كلا كلا كلا، يكفي، إلى اللقاء. خذي معك هذه الفطائر. هكذا تفعل دائما. سيد أليكس، أتبكي مجددا؟ سافا، وأنت هنا أيضا؟ حسنا، يجب أن أبدأ، طلبت مني آيلا تنظيف المنزل. بيتي، إنني لم أراك منذ زمن طويل. اشتقت إليك كثيرا. كم أنا سعيد برؤيتك. هل نذهب إلى مكان ما؟ هيا بنا. جاهز؟ ها نحن هنا. ولكن أين اختفى سافا بهذه السرعة؟ بيتي، انظري ما الذي اشتريته لك. إنه الكوكتيل المفضل لدي. أجل، وضعت لك المكسرات أيضا. هل قلت مكسرات؟ لدي حساسية منها. عذرا، لم أكن أعرف ذلك.
لا تقدم لي أشياء كهذه أبداً سافا. آها لقد اتفقنا. لا أعرف كيف التقينا صدفة بعد كل هذا الوقت، ولكن كيف تستطيعين التصادق مع آني وصوفي؟ ما الذي تقصده؟ إن صوفي وآني أصبحتا تتماديان. لا أستطيع أن أعرف لماذا تتصرفان بهذه الطريقة في الحقيقة. لأنهما فقدتا عقليهما بسببي. أنت تمزح أليس كذلك؟ كلا إنني لا أمزح. إن والديهما لا يهتمان بهما أبدا، لهذا تتصرفان بهذه الغرابة. ومن قال لك هذا؟ ما بك؟ فأنت لن تستطيع شربه. حسنا لنكمل حديثنا. أمهما دائما ما تكون في العمل، والسيد أليكس يحاول إرضاءهما بشكل مستمر ولا يستطيع. من الممكن أنك محقة سافا. آنيا كيف عرفت أنني هنا؟ أنا قد توقعت ذلك. هيا تعالي واجلسي معنا إذن. كلا أريد الجلوس مع سافا. آنيا أنا أريد الجلوس مع الفتاة التي تعجبني من فضلك. ومن هي؟ أتقصد هذا؟ إذن أوصلني إلى المنزل أولا ومن ثم عد للجلوس معها. يا إلهي ولكن انتظري قليلا، بيتي أحتاجك لدقيقة. هيا بنا. ولكن كيف لي أن أقوم بإزعاجها الآن؟ أوه آنيا هل أنت جاهزة؟ هيا بنا. هيا بنا. هذا يعني أنه يجب علي أن أجلس وحيدة. كلا لا أصدق هذا. يا إلهي لقد اتسخت ملابسي، أظن أن آنيا فعلت هذا. حسنا سوف أريها. هل كان يجب علي إيصالك إلى داخل الغرفة تماما يا آنيا؟ بالطبع، فمن الممكن أن أضيع ثانية يا سافا. حسناً لا يهم أن نذهب. لماذا الباب مقفل؟ والمفتاح لدي، انظر ها هو. متى استطعت فعل هذا؟ افتح الباب. لقد فعلت ذلك من أجل حبنا أنا وأنت. أي حب يا آنيا؟ فأنت أصغر مني بسنوات عديدة. لا تكذب، فأنا أرى كيف تنظر إلي. بالإضافة إلى ذلك فقد كنا نتجول وكنت تمسك بيدي. لأنني خفت أن أفقدك في الشارع مجددا يا آنيا. اسمعني فأنا أعرف أنك تحبني. أنت اسمعيني، هيا افتحي لي الباب وأنا أعدك أن أشتري لك الشوكولاتة. بالطبع ستفعل ذلك بشكل مستمر لأننا سوف نتقابل كثيرا. أنا شاب سيء ولا أستحق فتاة مثلك، لهذا. أنت مخطئ لأنك شاب جميل جدا. هاي ساعدوني. صوفي لقد حان وقت الطعام. ماذا سوف نأكل اليوم يا أبي؟ خذي. هل طبخت لنا الأرز؟ ولكنه لم ينضج جيدا بعد. تشاجرت مع أمي مجددا؟ أجل سأذهب لانتظارها أمام باب البيت. حسنا سوف أكل منه القليل. صوفي أصبح الوضع لا يطاق. أوه بيتي، هل هذا بنطلون جديد؟ ولكن منذ متى قمت بشرائه؟ منذ قليل، أنفقت كل ما أملك من النقود عليه. قلت لك كثيرا أنك لا تستطيعين توفير النقود أبدا. كل هذا كان بسبب أختك، لقد وضعت لي الفطيرة على الكرسي. أرأيتي، أنت لم تصدقي ما قلته سابقا. عليك أن تفعلي لها شيئا ما يا صوفي. حسنا أظن أنه غير صالح للأكل. ما بك؟ أجيبيني. تعبت من المحاولة معها لكنها لا تستمع إلى كلامي. ولكن ماذا عن والديك؟ إنهما مشغولان بمشاكلهما التي لا تنتهي أبدا. لقد فهمت. بالمناسبة أين هي هذه الصغيرة؟ لا أعرف. حسنا إذن سأذهب وأستلقي بهدوء من دون إزعاجها. صوفي. لقد قال لي أنه سيقوم بتنظيف المنزل طوال هذا اليوم. أليكس هيا استيقظ.
أليكس. آيلا، ماذا تفعلين هنا؟ ما بك، هل نسيت؟ إنني أعيش هنا. أنا أقصد، لماذا عدت باكرا هكذا؟ أنا فقط خرجت لثلاث ساعات. يا إلهي، أظن أنني قد نمت كثيرا. إذن لا تشتكي لي مجددا أنك متعب من العمل في المنزل. انتظري، فأنا لم أنتهي من التحدث معك. ماذا تريد مجددا؟ أريد أن أقول لك شيئا مهما يا زوجتي الجميلة. أجل، إنني جميلة. إن الفتيات ينقصهما بعض الاهتمام منك يا زوجتي. ماذا تقصد؟ إنني أقضي معهما الوقت الكافي يا أليكس. حسنا، إذن سأثبت لك العكس الآن. حسنا، تفضل. هل تعرفين يا آيلا ما الذي يجري معهم في حياتهم الخاصة؟ فمثلا كلميني عن ابنتنا آنيا. إنها لا تذهب إلى المدرسة وكل شيء جيد لديها. آيلا، آنيا أصبحت طالبة في المدرسة منذ عام ونصف. يا إلهي، كيف يكبرن بسرعة هكذا؟ أمي، أبي، أنا لدي مشكلة. ما الذي حصل معك يا ابنتي؟ أليكس أصمت، سأسألها بنفسي. ابنتي، هيا أخبري أمك ما الذي حدث معك. شاب في الصف الأول قد قام بدفعي. شاب؟ وفي الصف الأول؟ هل ترين؟ هذا ما كنت أتكلم عنه منذ قليل يا آيلا. أجل، لقد كان لدي في الغرفة، لقد دفعني بقوة ثم اختفى تماما. وهل يأتي أصدقاؤك إليك في المنزل يا ابنتي؟ أحيانا. أليكس، لماذا لم تخبرني بهذا منذ البداية؟ أنت نفسك لم تهتمي لهذا. كان سيأخذني معه لعدة سنوات، ولكن هذه ليست مشكلتنا الآن. ماذا؟ إن عدم الاهتمام يؤدي إلى أمور كهذه. حسنا، سأذهب للبحث عنه. حسناً، يجب علي أن أكلم ابنتي صوفي حالاً. وأنا ماذا سأفعل؟ اذهب وحضر لي الحمام، فأنا متعبة جداً. حسناً، لن تحصلي على ذلك. أليكس! في الحال يا حبيبتي. صوفي، إن هذا يعدلني مزاجي كثيراً. يهو، وأنا أيضاً. هل والداك لا يمانعني من رفع صوت الموسيقى هكذا؟ أنا واثقة من أنهما لا يهتمان. أوه، يهو، يبدو أنك وقعت في مشكلة كبيرة، صحيح؟ حسنا، لا تهتمي لذلك. صوفي. أمي، هل أنت عدت باكرا إلى المنزل؟ ما الذي أراه؟ أنت تخيفينني، فما الذي تقومين به يا ابنتي؟ أعتقد أنه حان وقت ذهابي. صوفي، لا تنسي النقود ثمن السروال التي يجب أن تعيديها لي. عن أي سروال تتحدث يا صوفي؟ ألا تريدين التفسير لي؟ ما الذي يجب أن أفسره لك؟ أنا كبرت يا أمي. على كل حال، ما هذا الذي ترتدينه؟ ولماذا تنورتك قصيرة إلى هذه الدرجة؟ ولكن أنت من أعطاني النقود لشرائها. هل أنت جادة؟ هل كسرت النبتة التي قدمتها هدية لك يا صوفي؟ حصل ذلك بغير قصد. هل ستعطيني النقود لشراء واحدة جديدة؟ كلا، من الآن فصاعدا سأراقب مصروفكم الشخصي بنفسي. وماذا عن الأمور الأخرى؟ ألا تريدين التكلم عنها؟ ماذا تقصدين؟ هل سنتحدث ونناقش كل شيء هنا؟ لديك أخت من أجل ذلك، فأنا مشغولة جدا وليس لدي الوقت. لقد فهمت، واضح كالعادة. ولكن ماذا يفعل هذا الغطاء هنا؟ أرجوك لا تقل لأحد أنني هنا، وخاصة آنيا وصوفي. سافا، أخبرني أولا كيف وصلت إلى هنا؟ إنها قصة طويلة. إذن حسن، سنتكلم فيما بعد. وأخيرا لقد حللت كل شيء. أخبريني يا آيلا، ماذا فعلتي؟ أجل، لقد قمت بالاهتمام بالفتيات. لا أتوقع ذلك منك، فهذا غير ممكن. أليكس. حسناً، لا تغضبي، فأنت أم رائعة جداً. أخبرني يا أليكس، هل حضرت لي الحمام؟ يا إلهي، لقد نسيته تماماً. يا إلهي، ما هذا؟ دائماً تحاول إثارة غضبي. آيلا، لا تغضبي، كل شيء سيكون جاهزاً. لقد وترتموني.
من يوجد هنا؟ إنه أنا، صديق ابنتك كما تظن هي، لكن في الحقيقة لست كذلك. عموما أنا ذاهب الآن. إلى اللقاء. شيء محير، صديق من هذا؟ آنيا أم صديق صوفي؟ ما الذي سأرتديه إلى المدرسة غدا؟ هذا؟ كلا لا أريد. أم هذا؟ كلا، فأنا لا أحب أن أرتدي هذا أيضا. ما الذي تفعلينه هنا يا أختي الحبيبة؟ وما الذي تريدينه مني مجددا؟ لا أريد شيء. لكنك لا تناديني بأختي إذ لم تكوني بحاجة لشيء ما. ببساطة لا أريد سوى الجلوس للتحدث معك. كلا، أنا لن أسمح لك بخداعي مجددا. صدقيني هذه المرة فأنا لا أريد إزعاجك أبدا. حسنا. لا يوجد شيء هنا؟ لست مطمئنة أبدا. حدثيني يا صوفي، كيف هي أحوالك هذه الأيام؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أصدق هذا أبدا. ببساطة يا أختي، لقد تعبت من الخصام معك. حسنا، لا يوجد شيء جديد، وكل شيء كالعادة، المدرسة والحفلات، وأحيانا أخرج للتجول مع أصدقائي في الخارج. سافا، يجب علينا التوقف عن اللقاء، فهذا لا يعجبني أبدا. ودائما أحضر دروسي. هاي أنت، ماذا تفعلين هناك؟ أعطيني الهاتف. لماذا؟ لماذا فعلت هكذا يا آنيا؟ لأنني أريد ذلك منذ البداية. وما شأنك بأمور الخاصة؟ أتريدين التواصل معي؟ توقفا، توقفا عن هذا حالا. لن تقولي ما الذي يجب علي فعله. أبي لا تتدخل، إنه يحضر لي الأزهار. أنت لا تريد الحقيقة. يا إلهي، لقد خرج الوضع عن السيطرة نهائيا. ماذا علي أن أفعل الآن؟ سأريك ماذا سأفعل يا صوفي. بل أنا سأريك ماذا سأفعل. لن أسمح لك بهذا. أجلس واحدة في المقهى من جديد. لقد خرجت بأعجوبة. ولماذا عدت باكرا؟ ماذا؟ هل انتظرتني طوال هذا الوقت؟ اعذريني. أجل، يمكنك قول ذلك. هل تتخيلين كم أنا عانيت في هاتين الساعتين يا بيتي؟ لست وحدك من عانى من ذلك. لن أعود إلى ذلك المنزل مجدداً. في السابق تصرفت الفتاتان أفضل من الآن بكثير. أنت محق، ولكن لا يمكننا أن نتدخل بهذا الأمر نهائياً. وأخيراً استطعت أن أتخلص منهم. ولكن يمكننا فعل شيء. سافا، هيا بنا. ولكن بماذا تفكرين؟ مساء الخير سيدتي. أظن أنني رأيتك في مكان ما. إننا صديق ابنتيك، ويجب أن نتكلم معك بجدية تامة. حسناً يا أولاد، تفضلوا. خصصي لابنتيك بعض الاهتمام، فهما بحاجة ماسة لذلك. وزوجك أيضاً بحاجة لذلك. ما الذي تقصدانه بالاهتمام أنتما الاثنان؟ افعلي ما نقوله لك وستشكرين على هذه النصيحة فيما بعد، وستختفي المشاكل نهائياً. ولكن لا أعرف من أين سأبدأ يا أولاد. حسناً، سنساعدك. هيا لنذهب. لا حاجة لذلك، فأنا خائفة. ولكن لا حاجة لهذا الخوف. أنا غير نافع، فلا فائدة من وجودي أبدا هنا. سيد أليكس، يجب أن أتكلم معك قليلا. بيتي، إن كنت ستطلبين مني الهدوء فالأمر لا يستحق. بل أريد التحدث بشيء آخر. سيدة آيلا؟ أجل، هذه أنا. آيلا، لقد قلت أنك بحاجة إلى العمل خارجا. يمكن للعمل أن ينتظر. حسناً، لا أريد إزعاجكما. عن ماذا تريدين أن تتحدثي معي؟ حسناً، أريد أن أقدم لك اعتذاري عن عدم الاهتمام بأسرتنا. إذن؟ بسبب تلك النقود نسيت أهم شيء في حياتي، وهو أنت. وهل لازلت تحبينني يا آيلا؟ بالطبع أحبك، والأهم الآن أن تسامحني. كم اشتقت إليك يا حبيبتي. وأنا أيضاً. أما زلت تبكي؟ هذا من سعادتي. لا تبكي يا حبيبي، سأبذل قصارى جهدي من أجلكم. أتعرفين لمن يجب عليك الآن أن تعتذري؟ أعرف ذلك. لنذهب إذن. لنذهب.
إنك مملة جدا. وأنت أيضا مملة جدا. كلا أنت. لا أنت. 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 آنيا، صوفي. سافا، هل تريدان أن أتقابل مع إحداكن في مكان ما؟ بالطبع إننا نريد. في هذه الحالة استمعا لي جيدا، ماذا سأقول لكما؟ سأطلب منكما فعل شيء ما. وماذا يجب علينا أن نفعل؟ سنذهب إلى غرفة الضيوف والباقي ستعرفانه هناك. أنا الأولى. كلا أنا الأولى. كل شيء يسير على ما يرام. إنني متوترة قليلا. كل شيء سيكون بخير. لحظة، ماذا يجري هنا؟ يا فتيات تعالا إلى أمكما، أريد أن أعانقكما. ماذا قلت؟ أتريدين معانقتنا؟ هذا صحيح، هيا بسرعة تعالا. هيا أمي، منذ متى تحبين معانقتنا هكذا؟ لقد تركتينا كثيرا. لقد قلت لك أن هذا لن يعمل معهما. انتظري قليلا يا فتيات، إن أمكما تعترف بخطئها وتعدنا بأن هذا لن يتكرر مرة ثانية. هل أنت جاد في هذا؟ أرجوكما سامحاني لأنني خصصت لكما القليل من الوقت. يبدو أنني قد تأخرت كثيرا. كلا لم تأخري. مرحبا، هل تريدان أن نذهب للتسوق مع بعضنا؟ أجل، بالطبع نريد. وبعد ذلك سنذهب إلى السينما. أجل. إذن هيا، ماذا ننتظر؟ توقفوا، ألم تنسوا أحدا هنا؟ عزيزي، يوجد لديك عمل الآن. أي عمل هذا الآن؟ حسنا سأخبرك، لقد انفصلت من العمل وأنت من يجب عليه أن يعمل. هيا بنا يا فتيات. ما هو هذا العمل؟ يا إلهي، ما هذه الورطة؟ لا. لقد تم الوضع على أكمل وجه يا شريكي. بالطبع. حسناً، أنا ذاهبة إلى موعدي، لقد تأخرت كثيراً. هاي، عن أي موعد تتكلمين؟ هل أنا أعجبك أم ماذا؟ بيدي.